أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية إليكم أينما كنتم. إذا موضوع هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على كيفية تركيب أزرار التحميل والمعاينة بشكل احترافي. يعني تلاحظون الصورة أمامكم، إذا هذا هو شكل الأزرار. هنا الألوان يمكن تغييرها حسب رغبتك، وسنتعرف على ذلك إن شاء الله. وحتى ما يكتب هنا يمكن تغييره. إذا ستجدون رابط الصفحة أسفل الفيديو. إذا عندما تضغط على الرابط، إذا تأخذك إلى هذه الصفحة. إذا طريقة تركيب الإضافة، إذا نذهب إلى المظهر. إذا هذه المدونة هي مدونة تجريبية فقط. إذا دائما أنصحكم ب أخذ نسخة احتياطية قبل البدء. أو الطريقة الثانية وهي إنشاء مدونة تجريبية بنفس الإيميل، يعني تتسجل بنفس الإيميل تنشئ مدونة جديدة، يعني تقوم بتجربة الأكواد عليها أولا، ثم بعد ذلك تعمل على مدونتك الخاصة. إذا عندما نذهب إلى المظهر نضغط ثم تعديل HTML ثم نأتي بهذا الوسم، يعني الطريقة سهلة جدا. ثم نضغط على Ctrl F بحث، ثم نضع الوسم ثم نبحث عنه. إذا هذا هو الوسم، ننزله قليلا ثم نأتي بالكود، هذا الكود. إذا نقوم بنسخ، ثم نضعه مباشرة فوق هذا الوسم. إذا لاحظوا جيدا، هذا هو الكود الخاص بإضافة الأزرار. إذا هذه أكواد الألوان. إذا سنرى كيف نعدل عليها بعد ذلك. إذا الآن بعدما أضفنا هذا الكود، إذا لاحظوا، إذا هنا لدينا اللون الأزرق، اللون الشبه برتقالي تقريبا، ثم أبيض أبيض. إذا هذه الألوان كيف نعدل عليها؟ إذا هذا الكود الذي وضعناه فوق هذا الوسم. إذا لاحظوا هذه هي أكواد الألوان. إذا إذا أردت أن تقرأ فيمكنك إيجاد السيركل الثاني، القرص الثاني مثلا هذا. إذا اللون الذي تريده تغير هذا الكود. بطبيعة الحال تذهب إلى جوجل، تكتب كود HTML أو كولور HTML فيعطيك الأكواد، وتقوم باختيار اللون الذي يناسبك. لاحظوا هذه الأكواد، أكواد الألوان. إذا تختار كما شئت من طبيعة الحال. الطريقة الثانية هي مثلا تأخذ هذا الكود الخاص باللون، تضعه في جوجل، لاحظوا يعطيك، نضغط على أول صفحة يعطينا اللون. لاحظوا هذا اللون. إذا هذا اللون هو هذا. إذا هنا يمكنك تغييره باللون الذي تريد أن تضعه هنا، وهكذا. إذا هذه طريقة كيفية تغيير الألوان. إذا نقوم بحفظ، ثم الآن لاحظوا بعدما وضعنا هذا الكود فوق هذا الوسم، الآن هذه الطريقة تقوم بها مرة واحدة فقط. الآن كلما أردت مشاركة جديدة وتريد أن تضع فيها هذه الأزرار، إذا
تأخذ هذا الكود، لاحظوا لدينا معاينة، اضغط هنا تحميل، اضغط هنا. إذن هنا معاينة يمكن تغييرها بكلمة أخرى حسب رغبتك. اضغط هنا أيضا، يعني ممكن تكتب تحميل، ممكن تكتب داونلود، ما يعجبك. هنا أيضا تحميل، هنا اضغط هنا. إذن نأخذ هذا الكود، ثم الآن مثلا أريد أن نذهب إلى المشاركات. إذن مثلا أنا أريد أن أضع في هذه المشاركة، إذن أقوم بتعديل من طبيعة الحال. إذن أنا أريد أن أضعها هنا مثلا في الأخير. إذن أذهب إلى HTML، الطريقة بسيطة جدا، أضيف الكود هنا معاينة، اضغط هنا تحميل، اضغط هنا، أغيرهما بما شئت. هنا رابط التحميل، يعني الرابط الذي يمكن تريد أن تذهب إليه التحميل. إذن خذ مثلا على سبيل المثال هذا الرابط، إذن نضعه هنا في هذا المربع، ثم نضعه هنا في هذا المربع، ثم نقوم بعملية تحديث. الآن عرض، لاحظوا الشكل جميل أنيق. إذن عندما تضغط، لاحظوا معاينة تحميل، عندما تضع الماوس اضغط هنا، اضغط هنا، يقوم ب، لاحظوا هذا هو الرابط الذي وضعناه. في حالة مثلا إذا كنت لا تريد وضع معاينة مع تحميل كليهما، إذا الأمر بسيط جدا، نذهب أيضا إلى تعديل، ثم هذا هو الكود الذي أضفناه. إذا أنا أريد ترك تحميل وإضغط هنا فقط، لا أريد المعاينة. إذا نأخذ من هذا الوسم وأحذفه، يعني لاحظوا الوسم الذي قمنا بأخذه قبل قليل، أين هو هذا؟ إذا لاحظوا من هنا إلى هنا هذا خاص بالمعاينة، ومن هنا إلى هنا هذا خاص بالتحميل، أما هذا السطر الأول فهو ضروري من وجوده. إذا نقوم الآن بتحديث عرض، إذا يبقى التحميل فقط. إذا كما قلت سابقا يمكن تغيير هذه الألوان، يمكن تغيير العنوان. إذا دائما من الذهاب إلى المظهر HTML، إذا كما شرحنا سابقا نأخذ الكود الذي أضفناه. إذا أضفناه هنا بهذا الوسم أو ما زال مكتوبا. إذا هو هذا. إذا لاحظوا نغير مثلا تيتل 2، العنوان 2، نأخذ هذا اللون نضعه في جوجل حتى نتعرف على شكله، ثم نغيره إلى ما أردنا، أيضا هذا، أيضا إلى غير ذلك. إذا كان هذا هو كل شيء أحبابي في الله. إذا أعجبكم الموضوع لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو حتى يستفيد الآخرون. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.